قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لمن يسارع بالتكفير لأدنى سبب. النصيحة أن يتقي الله عز وجل، وأن يتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال لأخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله يا خبيث وهو ليس كذلك رجع كلامه عليه، يكفر نفسه ويفسق نفسه، فيرجع كلامه عليه، ما هو كلام يروح بس، كلام إن كان اللي قيل فيه صحيح يروح للي قيل فيه، إن كان ما هو صحيح يرجع على الذي قاله فيحكم على نفسه والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يتقي الله ويمسك لسانه عن هذه الألفاظ. نعم.